سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج البوصله. هل الخوف هو سلطه قائمه على ذاتنا وانفسنا؟ لماذا يتحول الخوف الى عقده نفسيه؟ لماذا هناك الخوف في حياتنا اليوميه؟ لماذا يبرر الناس او يضع شماعات لعدم اظهار ضعفهم نتيجه خوفهم؟ وذلك هو السبب الرئيسي في تعطيل عديد من المشاريع. أسئلة وأخرى مشاهدينا الكرام سنحاول الإجابة عنها في حلقة اليوم من برنامج البوصلة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بالبروفيسور نور الدين بكيس. أهلا بك. أهلا. سنتحدث عن الخوف، لماذا هناك الخوف في حياتنا؟ خوف، اولا مساء الخير لكل المشاهدين. على بالك بلي الخوف من اكثر الظواهر والعقد اللي تمنع التغيير، اللي تمنع التغيير وتخلي المجتمعات متخلفه ما تافونسيش. علاش؟ لانه الغالبيه فينا يمارسوا الانكار ديالو. نعم. ما جامي تلقى واحد يقول كاني خايف. هو خايف زعما يقول لكش انا خايف، ما يعترفوش، لانه يحسوا فيها جبن، يحسوا فيها ضعف، هشاشه. ومن بعد كي ما يقدرش يقول لك واش يدير، اكبر شيء، اكبر خطر في الخوف شنو هو؟ انك تبرع عقلانيا. نعم. تلقى له الحيله، تلقى له طريقه باش تبرع عقلانيا، تلقى له مبررات. على جال هذه واش تلقى؟ تلقى مجتمعات المتخلفه الضعيفه، الناس الضعاف، واش تلقاهم فنانين فاش في الشكوى. صحيح. يشكيو. علاش يشكيو؟ باش يغطوا على عدم المبادره، باش يغطي على فكره انه ما سياش. على هذه الخوف يسكن الانفس ويسكن المجتمعات وما يخليهاش تتطور، ما يخليش تغامر ايضا، يا ما تبادرش. علاه؟ لانه الغالبيه تاع الناس يحبوا يكونوا في منطقه امنه. صحيح. يحب الامان كاع، يحب له. والخوف فطري، كاين الخوف تاع الخوف اللي داروا ربي، هو خوف باش تاخذ احتياطات تاعك. نعم. لو كان ما نخافوش نديروا كاع دي زاكسيدون، لو كان ما نخافوش يعني ننتحروا. لو كان كي ما تخافش دير دي بيتيز، دير حوايج كبار وتفني ناس. صح. لا كاين فرق بين الخوف العادي والخوف شنو هو؟ المبالغ فيه. المبالغ فيه الخوف الغير عقلاني. نعم. الخوف الغير طبيعي. احنا رانا نحكوا اليوم على الخوف. نعم. غير العقلاني. نعم. غير طبيعي، اللي ما يخليكش تضحي، اللي ما يخليكش تغامر، اللي يخليك ما يخليكش تعيش نورمال في نفسك، يخليك انت كيما انت كيما انت ولا تغير عليك. شوف، على خاطرش الناس تخاف، على خاطرش احيانا عندهم هشاشه نفسيه. نعم. ما عندوش ثقه، احيانا عنده تصورات يماجيني بلي اشياء راح يصروا بزاف فيها اذى. صحيح. اي يركز على احتمالات أسوأ الاحتمالات. دوك. نعم. نعطيك مثال، واحد بزناسي، واحد تاجر، كي تروح تقعد تشوف من برا، تشوف تاجر انسان يروح يكري حانوت في حومه ما يعرفهاش هكذا، ويروح يشري سلعه، وممكن السلعه نصها مسلف دراهم، وبعد يغامر باش يقول لك، ويقول لك تهضر معايا يقول لك انا ندير فايده. نعم. انا كريت وراح ندير فايده وندير دراهم. قارنوا بين واحد هكذا وبين واحد تاع وظيف عمومي. نعم. تاع وظيف عمومي، واحد ما يخلصش مليح وماهوش راح ماهوش ناوي كاع يسيي في حياته حاجه واحده اخرى. يغيروا ولا يبدل، ماهوش عايز. هو على بالو تهضر معاه يقول لك انا والله راني مضرور، وانا الشهريه ما كفاتنيش. نعم. وراني كيطلاب اخرى. لا. وراني كيطلاب. اي داكور، مي بصح واش درت انت؟ هنا يخرج الخوف الداخلي. نعم. كيش نديتيكتيوه؟ جامي يقول لك السبات على الخوف. واش يقول لك؟ يقول لك هو واش هو خايف؟ او خايف ما يعرفش، ما يعرفش، او خايف يتعامل على فكره يحوز خدمه. نعم. او خايف يتعامل مع فكره يحوز. ما لوش يقول لك؟ يقول لك يا ودي ما كاش خدمه والدعوه كاع مزيره وما تقدرش تلقى. يغلق الباب هذا. مثلا واحد كان كي كان صغير كانوا يستهزئوا به. نعم. يتمسخروا به. واش تعقد من الجماعه؟ يولي حياته كامل هو يفيتي الجماعه. معزول. علاش يفيتي الجماعه؟ لانه خايف من الكونتاكت مع الجماعه. يصرى له كيما صرى، عنده تجربه سابقه رادعه. مي هو ما يقولكش انايا، واش يقول لك؟ يقول لك هادو عيانين، هاد الجماعه عيانه والاخرى عيانه الجماعه. واش بهم؟ ماشي مربيين، واش بهم؟ ماشي متخلفين. متخلفين تيار موند، او يلقى في الاعذار. تاع لا فري ريزون شنو هو؟ انه هو يخاف التعامل مع الجماعه. صحيح. شفت، حنا نخبوا الخوف تاعنا. على جالي بزاف جزائريين راهم يتعذبوا
على خاطرش ما يقدروش يتجاوزوا الخوف تاعهم. حتى الخوف يخليك تخطئ في تربيه الاولاد احيانا. اكيد حين تمنع الاولاد انه يخرجوا للشارع وتقول الزنقه وعلى وده. صح. ايضا هنا التربيه حتكون ناقصه. هنا المراكش قصات الراجل في التربيه. المرأة كي يجي يدير الولد حاجة واش تقول له؟ تقول له بلي ولو كان يسرقوه ولو كان يقتلوه ولو كان يجوج مع طلا دروغ هذوك ينحولوا الباسكت يذبحوه ولا دير له الماكسيموم تاع الأخطاء. كي ترفع له الماكسيموم تاع الأخطاء واش دير أنت؟ يخاف. كي يخاف الراجل يقول له خلاص شوف معايا يماك دبر راسك خلاص خليني أنا ما ندخلش روحي على خاطر أنا عايشين بالماكسيموم تاع الأخطاء. حنا رانا نسوقوا. تعني ما جينا كان نركزوا في السياقة بلي كاع السياقات تديك الأكسيدون شكون راح يسوق؟ وبلي كاع السياقه راح تخلص عليك بانك تضربك على تيدو وتموت. شكون راه يسوق؟ ايماجيني واحد او داير في باله لا بروف الخوف افكار داخل راسنا ساكنه او واحد او داير في دماغه لو كان يكون من قريب من اي كلب اي كلب راح يعضه وبعد يمرض وبعد يموت يولي يخاف كاع الكلاب وما يقدرش يتحرك بلا الكلاب. كاين ناس يخافوا يقطعوا في الطريق. كاين الناس يخافوا بك مخاوف بصح ما يقدرش يقول لك. هما هذه عقد بروفيسور بيان سور تولد عقد لانه لازم تنحيها. شوف بايزوب اسهل طريقه باش تخبي الخوف تاعك وشنو هو اسهل طريقه؟ دير التجنب. تيفيتي بصح انت ما تقولش علاش ايفيتي تاع خاطرك خايف ليس السبب الرئيسي الخوف تلقى سبه تخلق مبررات اخرى تلقى سبه ومنها كيما مدينا ليكزومبل تاع وشنو تاع بني الناس ماشي مناح. الناس ماشي مربيين. اصعب اسهل طريقة باش تخبي الخوف تاعك بلي انت ما تبادرش واش تقول تقول بلي لا فوت تاع الاخرين. انت في الخدمة مثلا تقدر تلقى واحد واش داروا لي قبلي باش ندير انا تلقى واحد مثلا لاباس به في دراهم. نعم او مليح لاباس به في دراهم واش داير؟ ولاباس به عنده دار لاباس به عايش توتر. كي تقول له بصح انت علاش راك متوتر؟ يقول لك كاين ناس ماشي مناحة ما يوتروا لي حياتي. ست العفسه وراه دائما كاين شماعه مظلوميه. نهار تحب تخاف من الخوف واش دير؟ تتخبى تحت المظلوميه. انا انا حقريني واش معناتها؟ انا من حقي ما نبادرش ما نبيضش راسي ما نخاف انا نعيش غير الوضع ديالي نعيش قيس قيس ما نريسكيش. الفم مزبوط ما تدخلو دبانه وكسر جيك على حساب الغطاء وتبدا تلقى واحد الموروث يردك كلكان انسان انت ماشي فاعل انت زياده. وشوف من بين الاخطار الفعل تماما من بين الاخطار اللي تشكل تهديده نهار انتيا تتعلق بحاجه بزاف. مثلا ام متعلقه غير بولادها. مثلا راجل متعلق غير بالخدمه تاعو. على بالك كي تكون متعلق بحاجه وحده بزاف ما تقعد خايف تخسرها. تلمو تخاف تخسرها تعطلك في حياتك. تولي عبد ليها. نورمالمون احنا حياتنا ما فيهاش حاجه وحده متنوعه ما فيهاش غير ولادنا ازواج تاعنا ما فيهاش غير والدينا غير كل واحد عنده بلاصتو والله غير الخدمه. لازم تعيش على حوايج بزاف باش يكون عندك توازن باش غدوه ولا غدوه لا قدر الله جاتك ضربه هاي انت مطابلي على القرايه ولادك ما تحوش في القرايه كيفاش دير؟ ما تعيش صح هاي ما تفقدش حاجه واحده باك وما تولي نعطيك اكزومبل تاع الخوف هذا الخوف كاين ناس ما يقدرش يدير حاجه بلا مرافقه. روحي البلاصه اللي لازم تروح معايا صاحبتي روحي ديري هكذاك لا لا لازم صاحبتي وبعد كي تقولها علاش لازم صاحبتي تقول لك لا لا مرافقه بك استئناس صح بوسك مرافقه بك استئناس علاش ما ديريش الحاجه كيما تكونش هي على ما ديريش الحاجه نفس السلوك على ما ديروش كي غيب عخاش انت معقد ما تقدرش تبادر وتدير الحاجه وحدك بصح راك تكذب علينا راك تقولنا باللي لا لا وانا دايرها زياده بك لا 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 هي خوف انه تمشي وحدك ودير قراراتك وحدك مع انت التعلق ماشي مليح ماشي مليح ما تعلقوش بالاشخاص ما تعلقوش بشي واحد برك تعلقوا باشياء كثيره متوازنه باش غدوه ما تصراكش حياتك متنوعه لانه انت وقتاش تتعقد كي تخاف اذا في نهايه المطاف الخوف هو سلطه قائمه بروفيسور لا لا سلطه قائمه الخوف الخوف علاش تلقى دول تدير الشعوب تاعها بالخوف؟ صحيح دول كامل تدير تاع تجوع الشعوب تاعها تهدد الامن تاعهم راه شوف في العالم كامل باش يصير خلق لك عدو وهمي شوف الاعلام الاعلام واش يدير؟ دائما الانباء واش فيها الانباء؟ فيها غير المشاكل كاش مره شفت انباء تثير الحوايج المناح غير الهلع غير الخوف باش يشدوا المشاهده بالاثاره واش من اثاره؟ الخوف صحيح. الاخبار الاولانيه كاع زلزله بعد زلزله انفجار بعد انجي انفجار طوفان طب واش نهار كامل انت خايف تستنى منين الضربه شوف انا نهار القضيه تاع اختطاف الاطفال نعم صحيح في الجزائر والقنوات كاع اختطاف الاطفال الناس كاع ولات شاده ولادها في الدار شوف الحوت الازرق
نعم. ودوكا مدخلونا ليباري يضربوا يجيك ماشي الوقت بالإبر. يعني الإعلام يلعب بك كما يحب، خصوش يلعب بك، لازم يخوفك. إلا ما خفت تولي عندك جرعة، إلا كانت عندك جرعة ودير تغير حياتك. نعم. الشرط الأول تاع التغيير وشنو هو الإبداع؟ والشرط الأول تاع الإبداع وشنو هو الحرية؟ صافي نهار تخاف ما تكونش حر، نهار تخاف تشد الدار، نهار تخاف تشد المنصب تاعك، نهار تخاف تقلص حياتك، تصغر حياتك، وبعد ما يمشيك حتى مشروع. نعم. الخوف ورئيس النار. تلقى مجتمعات، الغالبية تاع المجتمعات تاع العالم الثالث مجتمعات خايفة، تخاف تسيي، تخاف تبادر. على أجل هذه الخوف من الفردي ينتقل الجماعي، ولي فوبيا، فوبيا الجماعة، ما لازمش تلموا، ما لازمش تكونوا جماعة، ما لازمش تقولوا. طيب هكا المسؤول يحتاج إلى هذه السلطة، إذا لا يمكن أن تكون هناك ضوابط مؤسساتية من أجل ربما نزع الخوف أو التقليل من هذه. صح، هذا خوف مرضي، أنت لازمك خوف صحي، لازم تخوفوا باش تخوفوا بالجزاء. بالجزاء. ولا وشنو أنت واش عندك؟ أنت عندك للزوجة لافوا، ما عندكش غير التخويف، عندك التشجيع، عندك التكريم، صافي يمشوا كيف كيف، صافي من بعد يبان الخوف، الخوف يولي على شكون؟ على المقصر، لأنه مجتهد واش دار؟ أو غير يرتقي، نعم. أو غير يتكرم، صافي من بعد نحدوا أوجه الخوف، نعم. لازم نخوفوا، لازم نرضعوا، ما كان حتى حاجة بلا رضع، صحيح. ربي وداير جنة وداير النار، ترغيب وترهيب، القرآن معمر بأشياء بآيات تحدد كيفاش يعذبوا، ترهيب، كيفاش يعذبوا بالليل مصير بصحة طبيعي. وش قلنا احنا؟ قلنا الخوف غير طبيعي. نعم. الخوف غير عقلاني، الخوف تاعك مبالغ. نعم. الخوف غير منطقي. نعم صحيح. لانه ما دير والو، تقدر تاخذ قرار كي تخاف بزاف، تولي تفكر غير في السلبي، الخوف متسلط عليك. علاش قلت لك التجار بايزر؟ التجار يخسر. نعم. كي يخسر واش يقول؟ يقول غلط في الكرينو، البلاصة عيانة. واش معناتها؟ معناتها تجربة فيها نقائص. نعم. ما لغاش تجربة أو يتعلم منها، يقول لك نبدل الحانوت. نعم. نبدل الاكتيفيتي، نبدل الخدام. نعم. هذيك لو طو ينجح ينجح. علاش؟ واش ربح؟ ربح الأمان. واش من الأمان اللي عنده هو؟ اللي ريال. نعم. تعلم باللي يولي الجهد تاعو هو راس ماله. نعم. المعرفة تاعو هي راس ماله، ومتيقن أنه ربح وخسارة وراه يغامر وبتاع، يولي عنده كونفيونس اون سوا. ايماجيني واحد آخر عطينا له دراهم، هو خواف. نعم. وقعد ياكل فيهم ياكل فيهم ويقول انا كيفاش نقدر نامن حياتي. ما تقدرش، انت ما عندك دراهم وك خايف. علاه؟ نعم. لانه ما تعرفش تكسب دراهم. صحيح. انت ما اكتسبتش الثقه تاع فكره تكسب دراهم. على هذه لازم الخوف يندار بفكره زرع الثقه. نعم. وباش نزرعوا الثقه واش لازم؟ لازم كل مره نجربوا نسيو. نسيو قال اليوم انا عمت شويه اخذوا من بعد. نعم. بيناتنا كاين واحد يقدر يتعلم بلا ما يشرب، كاين واحد يقدر يتعلم يعوم بلا ما يرموه المره الاولانيه، بلا ما يطبعوه. لازم الناس يحبوه يطبعوه. الناس اللي ما يحبوش يقولوا ريح ريح. الناس اللي يحبوه ما لازم يطبعوه. الناس اللي ما تحبوش يقولوا البحر يدي العوام. الناس اللي ما يحبوكش الخير واش يقول لك؟ وتجي دير واش يقول لك؟ ما فيهاش. كانوا ماش كيش تنجح. علاه؟ يخاف النجاح تاعك، ما يحبلكش الخير. بصح انت ما كانش نجاح بلا محاوله. لازم لازم تتحاول، وهذا تحاول اولا تتخلص من الخوف هذا لو متسلط عليه. تعرف كيفاش تخلص منه؟ ما تنكروش. الخوف فطري، الجبن ماشي فطري، بصح الخوف فطري، غريزه فيك. نعم. الخوف تاع واش دير له؟ تاع تحولوش الى ضعف فقط. قالوا حل هنا ذهنيا، حلوا المشكل تاعك، حل المشكل تاعك ديني. اقتنع. نعم. بلي ما تقدرش تنجح بلا مستوى من المخاطرة. نعم صحيح. ما تقدرش. يا ناس، جميع الناس اللي خاطروا ولاو ديزاكتور. نعم. جميع الناس اللي سياو خاطروا خداو ديريس. شوف شوف حتى اللي تريو المجرمين اللي تريو. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة، هاجر. ايه؟ من أجل تأسيس الدولة. شوف اللي تريو المجرمين ما يخاطروش، يخاطروا المجرمين أشجع من عقلين. المجرمين المنحرفين تاع الحومات تلقاهم أشجع منهم. هو السلوك منحرف تلقاه شجاع. نعم. يريسكي، عنده خاصية المخاطرة والمغامرة. صافي دوك نتايا كيفاش ما تخاطرش؟ نعم. عندك الخطر المعقول، ديرنا الخطر المعقول. نعم. خطر معقول، قال أنا ما نقدرش ندير حاجة باش نتخلص من الخوف الغير معقول وغير طبيعي. ايماجيني قلنا الناس، يا ناس أرواح نقول لكم، أنتم الباك هذا راح تجوزوه، تقعدوا تخدموا عام كامل، ماكش راح تجيبوه، كاش واحد راح يجيبوه؟ ماكاش. واحد اللي يقعد يفكر بلي موش راح يجيبوه. ما يروحش أصلا خلاص. ما يقدرش يقرا. لازم تقول باللي نقدر نجيبه باش تقدر تقرا. وبعد باش تحفز روحك. بصح إلا دخلك لو دوت وشكيت بدا تقول ما شكيتش العام نجيبه، وهذه مع اخرتها، يا من دوك تبدا تفيز. وبعد واش تروح؟ تروح واش قلنا؟ تبدا تلقى شماعه تخبى موراها. واش شماعه؟ واش شماعه؟ طربوني بعين. واش شماعه؟ ما يحبوليش الخير،
ما عاونونيش بابا ما عاونناش. انا تلاقيت بناس تلاقيت بناس كبير في العمر كبير كثر من 40 سنه ويقول لي انا بابا دار لي باباك دار لك كي كنت صغير. انت كبير دوكا مازال لك حصل باباك تحصل باباك شماعات ومبررات خاطئه شفت وعره هذه لانه وشو فيها ذكاء تقدر تلقى شعب كامل معطل واش معطل بلعط روحهم اللي ما يقدر يدير والو هو هرب من المسؤوليه ما حبش يتحمل المسؤوليه تغطيه الفشل والتبرير مجتمع مجتمع يعلم ولاده كيش يتخبوا من المسؤوليه وهذا يعيطوا له التخلف. شكرا لك بروفيسور خلاص الوقت انتهى الوقت. شكرا لك بروفيسور نوردين بكيت هذا اخر عدد قبل بدايه شهر رمضان اللي حيكون عندنا ولا يخلع ناس بزاف يخوف ناس بزاف الصيام 30 يوم صيام من بعد يكتشفوا بلي يقدروا يصوموه. وحنا حتكون عندنا برنامج خاص في رمضان اسمه بوصله رمضان سنتحدث على المواضيع المتعلقه بشهر رمضان. شكرا لك بروفيسور نوردين بكيت. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام عدد اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تطبعش يوم يا علي شوف شوف درت حالة في فيسبوك أوه لازم ترقي راك مسحور شداني تزوج وشداني ويتحط سي في ما يضغطش يخدموا غير فنسة كرهنا هاي جي معك الحليب الخبز الزيت وما تنساش ليكوش ثاني اوف عيد كرهت منك ماكش تشوف سوق مليح وش بيك شنو في البرميات وين راكي صادمه وين ما تحشمش انت يا الحكام كيفاه نبقاو هكا دكا يفهمونا وش كاين اعطونا حل